apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir. Assalamualaikum ya Adam. Waalaikumsalam ya Haikal. Ya Adam, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anta, kaifa haluk? Alhamdulillah ya Adam. Ya Adam, aina anta? Al-an atkunu fi qaryah. Limadha ya Haikal? Ya Adam, uridu an ad'uka li'utlah. في رأيي ممتعة. كيف يا آدم؟ تريد للذهاب؟ نعم يمكن، لأن في العطلة المدرسية ليس لدي أي نشاط. الحمد لله. أين مكان العطلة يا هيكل؟ سنذهب إلى لانجاوي. واه، مسرور جدا هذا المكان. خير يا آدم، وأريد أن أدعو حفظا أيضا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم يا حفظ. وعليكم السلام يا حيكل. كيف حالك يا حفظ؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت؟ الحمد لله. لماذا يا حيكل؟ يا حفظان، أريد أن أدعوك لعطلة. واو، هذه الفكرة جدا. متى سنذهب؟ إن شاء الله سنذهب أسبوع القابل. ما عن الأيام النشاط في الأيام العطلة القادمة؟ الحمد لله، الحمد لله يا أبو. يا حيكل، ما هي المكان الرائع سنذهب لهذه العطلة؟ سنذهب إلى لانجاوي. واو، في لانجاوي يوجد الأماكن التاريخية والأماكن الرائعة. لا أصبر لانتظار هذه العطلة. ما شاء الله. من الذين معنا لهذه الرحلة يا هيكل؟ أنا، أنت وآدم. طيب. حسنا جميل. يا هيكل، لماذا حجزت الفندق؟ لما. طيب. خير رضوان، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، هل هذا ظرف الفندق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نحن من الفندق 5 نجوم. هناك أي شيء للمساعدة؟ أريد غرف لثلاثة رجال، هل موجود؟ حسنا. متى أتيتم جميعا؟ سوف ندخل في عطل المدرسية أسبوع المقبل. شكرا. طيب، سأوفر أفضل غرفة هنا. الحمد لله، الحمد لله. خير، السلام عليكم.